بهذه المناسبة تاعت من افتراضي هذا يتم إحصاء نقائص على مستوى كل شريك، وهذه الهدف منها تدارك النقائص. وبعد هذا التمرين إن شاء الله رايح نديرو في اجتماع مصغر ليضم جميع الشركاء، وكل واحد اللي عنده نقص عنده ملاحظة ندونوها باش نداركوا انفسنا للتمرين الجاي ان شاء الله. واذا قدر الله في حال ما اذا وقع لنا حادث كل شريك يعرف المهام تاعو بدون توصيه. الهدف من مشاركه وحدات المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بشلف هو الوقوف على مدى جاهزيتها في حصول كوارث مماثله من خلال تسخير كافه الوسائل العضويه التقنيه والبشريه، القيام بالتحقيقات اللازمه في مكان وقوع الطائره من اجل معرفه الاسباب الحقيقيه لوقوعها، اضافه الى المساعده في اجلاء الجرحى والمصابين والحفاظ على ممتلكات المواطنين.